مع حضرتك دكتورة نهاية الرصاص، أستاذ مساعد إدارة المنزل والمؤسسات كلية التربية النوعية ومنسق إدارة الوافدين بالكلية. الكلية عندنا إحنا عندنا 3 طلاب وافدين، 2 منهم من مرحلة البكالوريوس وواحد من مرحلة الماجستير الدراسات العليا كلية قسم التربية الفنية. إحنا نعتبر من الكليات اللي ما عندناش عدد كبير بالنسبة للوافدين، ولكن أنشطة الكلية وأقسام الكلية بتطمح في استقبال العديد والعديد من الطلاب، وعاملين فرص كتيرة لانضمام الطلاب الوافدين، منها ان احنا عاملين دليل للوافدين وعاملين مشروعات للوافدين وموزعينها على اعضاء هيئة التدريس السفراء لنا في الكليات الاخرى من الدول العربية وغيرها. الطلاب عندنا ليهم أنشطة كتير في الأقسام المختلفة، منضمين لكذا أسرة نشاط، لأن احنا عندنا التخصصات بتاعتنا تخصصات فريدة من نوعها، إنها بتعد معلم نوعي، وده بتجذب مجالات كتير في الدول العربية، معلم التربية الفنية، معلم تكنولوجيا التعليم، معلم الاقتصاد المنزلي، التخصصات المختلفة. قسم التربية الفنية بيضم 7 تخصصات مختلفة، قسم التربية الموسيقية برضه فيه وسائل جذب كتير للدول العربية خاصة من الكويت وقطر في المجالات دي. فاحنا عندنا فرص كتير لاستقبال الوافدين، وعندنا في كذا طالب على سبيل الانضمام الى كذا العالم. برضه من الحاجات كل منهم يقدم كل عام للطالب علشان خاطر انه يسلم.